كتعاني من مشكل ديال سيانان الدم في اللثه، كتعاني من المشكل ديال الاصفرار في الاسنان، كتعاني من الرائحه الكريهه، عندك المشكل ديال الرائحه الكريهه في رمضان، عيتي ما تجربي الوصفات. ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفتين ان شاء الله اللي غتعالج لكم المشكله ديال رائحه الفم الكريهه من الداخلي وايضا الخارجي ان شاء الله. غير تابعوا معايا من الاول الى الاخر، لايكات لايكات باش يطبع الفيديو ويشوفوا اكبر عدد من المشاهدين. تابعوا معايا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم من جديد في قناتكم كويزين اميره. واول يوم رمضان عندنا حنا المغاربه، بارك عليكم هذا الشهر، تصوموا ان شاء الله بالصحه والراحه وبمغفره الذنوب. وانا متبعه معكم ان شاء الله بوصفات طبيعيه اللي غتحتاجوها في هذا الشهر الكريم وبالطلبات ديالكم كذلك. ونعطي التحيه للمتتبعين ديالي داخل الوطن وخارج الوطن في كل الدول العربيه وخاصه اهل الجزائر اللي متبعين القناه، كنشكركم على الدعم ديالكم. اليوم جبت لكم واحد الوصفه لعلاج المشاكل ديال اللثه، السيلان ديال الدم ورائحه الفم الكريهه خصوصا في رمضان. كتولي عندنا واحد رائحه الفم الكريهه، كنكونوا صايمين ما نقدروش يعني نغسلوا فمنا، ما نقدروش يعني غندير لكم واحد العلاج اللي ان شاء الله ما يكونش عندكم هذا المشكل واخا تكونوا صائمين. وايضا غنعطيكم وصفتين ان شاء الله، وصفه اللي غتعالج لكم المشكل من الداخل اللي عندها المعده من الداخل اللي السبب ديال الرائحه الكريهه، وايضا غندير لكم ايضا وصفه ثانيه للعلاج من الخارج ان شاء الله. غير نتوما بغيت منكم لايكات لايكات البنات وترفع الفيديو باش يشوفوا اكبر عدد من المشاهدين، وبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء والمعارف ديالكم باش تعم الفائده، فالدال على الخير كفاعلي. وقبل ما نبدا معكم الوصفه ان شاء الله وكيف ما تعودنا نصلي على نبينا، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وحتى نتوما صلوا على نبينا في التعليقات باش يكون ليا ولكم اجر كذلك. وما نطولش عليكم، ندخلوا مباشره نحضروا اول وصفه. بسم الله على بركة الله، غنبداو مع بعض أول وصفة إن شاء الله. غنحضر معكم المحلول اللي غادي تستعملوه، المضمضة للفم ديالكم، الغسول للفم، ما يبقاش عندكم رائحة الفم الكريهة نهائيا، وأيضا تسيلان الدم اللي في اللثة غتصحح لكم اللثة إن شاء الله. تبعتوا هذا المحلول اللي غنحضرو معكم. أش ما غنحتاجو؟ غنحتاجو فيه غير مكونين، طريقة سهلة إن شاء الله. غنحتاجو أول مكون هو الزعتر، الزعتر غني عن التعريف، الزعتر زوين، راه كيعالج رائحة الفم الكريهة، وأيضا كيعالج اللثة وكيصححها. ما نقولش لكم هاد الزعتر زوين، غنحتاجو فيه ملعقة كبيرة ديال الزعتر، نوضعوها في الكسرونة. المكون الثاني وهو القرنفل، القرنفل غني على التعريف، معروف هذا القرنفل لعلاج الفم وعلاج التسوس ديال الاسنان، ملي كتكون عندكم السوسه اللي هي اللي كتخليكم تعطيكم هذيك الرائحه، كيعالج السوس وايضا كيعالج الرائحه، كيحيد لكم هذيك رائحه الفم الكريهه، وكيعالج اللثه، كيصححها مزيان، وايضا ما يبقاش عندكم هذيك السيلان اللي ديال الدم اللي من جراء اللثه. ما نقولش لكم القرنفل زوين زوين زوين، خطير للمشاكل الفم والاسنان. غنحتاجو فيه بحال هكا ملعقه صغيره ديال القرنفل، غنوضعوها كذلك مع من بعد غادي نجيبو واحد الكوب كبير ديال الماء، نوضعوه في الكسرونه. درت لكم انايا المقدار ديال اليوم واحد، يعني كل وجبه كنمضمضون بها هذا المحلول، وانتم تقدروا تضاعفوا الكميه او تحضروا كل نهار تحضروا هذا المحلول ان شاء الله. دابا شنو غادي نديروا في هذه المرحله؟ غادي نوضعوا على النار، نخليه على النار مهيله ونخليه حتى يطلق لينا هذاك القرنفل والزعتر ويتغير لينا اللون ديال الماء تماما، تغير اللون الماء ديال تماما، ولكن نغطيو على النار باش ما نخليوش هذوك المنافع ديال القرنفل والزعتر الزيوت الطياره يضيعوا لينا، ضروري نكونوا غطينا الكسرونه. وتابعوا معايا ان شاء الله. من بعد ما طبخناه في النار على نار مهيله حتى تغير ليه اللون ديالو تماما،
كيف كتشوفوا كاين واحد الريحه زوينه زوينه، داك ريحه الزعتر وريحه القرنفل ما نقولش لكم، غير المكان في المطبخ عطى واحد الريحه زوينه. عاد ان شاء الله ملي غتستعملوا الفم ديالكم غتشوفوا الريحه كيفاش غتبقى معاكم. هاد الوصفه زوينه مجربه ان شاء الله غتكون هي اللي غتولي معتمده عندكم، تستعملوها ان شاء الله. ها هو من بعد ما صافي طلق لينا اللون غادي نجيبوا واحد الكوب باش نصفيو المحلول ديالنا. صفيو بعد ما غنصفيو غنضيف واحد المكون هو الملح. الملح راه زوين زوين يكون في المحلول. اشنو كيدير هذا الملح؟ راه كيحيد لك هذاك داك البكتيريا اللي كتكون في الاسنان، التسوس، كيهدئ الالتهاب اللي كيكون في اللثه. ما نقولش لكم الملح زوين زوين، غنضيفوه على هذا المكون على هذا المحلول من بعد ما صفيناه وكنخلطوه. نخلطوه عاد نستعملو ان شاء الله. هذا هو المحلول اللي حصلنا عليه ان شاء الله، هو اللي غنستعملوه مضمضه للاسنان ديالنا. غادي تغسل لكم هذاك البقايا ديال الطعام اللي كتكون في الاسنان، ما تبقاش عندكم ان شاء الله، وغتحيد لكم هذيك الريحه. وايضا الناس اللي كيستعملوا الباق للاسنان هذاك التقويم للاسنان كذلك كيكون عندهم هذا المشكل. ان شاء الله بهذا المحلول وغتستعملوا هذه المضمضه ان شاء الله في رمضان، ما يبقاش عندكم هذا المشكل ديال رائحه الفم في الاسنان، وايضا ديك اللثه اللي كتنزف لكم بالدم ان شاء الله ما يبقاش عندكم هذا المشكل. امتى غتستعملوا هادو؟ غتمضمضوا هذا بهذا المحلول بعد كل وجبه في رمضان، بعد الفطور بعد الافطار ملي غادي تفطروا غديروا هذا المحلول. ملي كتكونوا تغسلوا اسنانكم غتمضمضوا بهذا المحلول ان شاء الله، ديروا ثلاث المرات في اليوم، ديروه بعد الافطار، وديروا ايضا كنتو غادي تعشاو. المهم يكون بعد كل وجبه، ما نقولش لكم هذاك الريحه ديال الفم ما تبقاش لكم نهائيا، خصوصا اللي كيعانيو من هذا المشكل الخارجي، ما عندهمش المشكله في المعده الداخل، راه ما يبقاش عندهم الريحه ان شاء الله. ودابا ان شاء الله غنمر معكم الوصفه باش نحضروا العلاج اللي غادي يكون ان شاء الله داخلي للناس اللي عندهم المشكله في المعده، هي السبب ديالها اللي خلات رائحه الفم كتكون عندهم كريهه. تابعوا معي الوصفه الثانيه، العلاج داخلي ان شاء الله نحتاجوا فيها بصله. غتقولوا لي حنا بغينا نحيدوا الريحه ولا بغينا نديروا الريحه؟ البصله راه كدير الريحه. لا ان شاء الله غنوريكم الطريقه باش غتعالجوا بها بدون ما تحسوا لا برائحه لا والو. راه علاج رائع بالبصله، انتوا غتشوفوا غادي تجربوا ان شاء الله. اللي عندها المشكل ديك الرائحه الكريهه جايه من المعده من الداخل، خاصها ضروري تعالج من الداخل. واخا كتحك سنانها، واخا كدير الغسول الفم ديالها، كتبقى هذيك الرائحه اللي ما عالجتش من الداخل، غتبقى دائما الرائحه كاينه وكتحشمها. ان شاء الله بهذه الوصفه ان شاء الله غادي تجربوها، ما يبقاش عندكم هذا المشكل وما كتاثرش نهائيا. انتوا غتشوفوا شنو غادي نديروا. غادي نحكوا البصله، غادي نحكوها باش ناخذوا ان شاء الله العصير ديال البصل. ما حكينا البصله ديالنا، غادي دابايا غادي ناخذوا منها غير العصير ديال البصل. نوضعوها بحال هذا الشكل هنا، نعصروا فيها باش تاخذ لينا هذاك باش يخرج لينا الماء ديال البصل هو اللي غنستعملوه ان شاء الله. بعد ما صفيت البصله كنكون حصلت تقريبا هنايا ملعقه كبيره ديال الماء البصل. دابا غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي ناخذوا هذه البصله باش ما كيكونش هذيك الريحه ان شاء الله، هي اللي غتعالج لينا المشكل الداخلي في المعده اللي كتسبب لينا هذا الاحراج والرائحه الكريهه اللي كتكون في الفم. تابعوا معايا. غادي نجيبوا الكوب ديال الماء، ماء عادي، غنكونوا جبنا الكوب ديال الماء وغادي ناخذوا هذاك الماء ديال البصل ونضيفو على الماء بحال هذا الشكل. صافي، ملي غادي تضيفو على الماء ما غاديش يبقى هذاك ما يبقاش هذاك البصل مركز، ما يبقاش فيه هذاك الرائحه، بالعكس
راه غادي يحيد لكم هذاك المشكل من الداخل ان شاء الله. مني غادي تناولوا هذا المشروب ديال الماء البصل مع الماء وغادي تردوا عليا الخبار، ما يبقاش عندكم هذا المشكل نهائيا. امتى غتناولوا هذا المشروب ان شاء الله؟ غتناولوه في اي وقت بغيتوا، في ايام العاديه، في اي وقت تناولوا هذا الماء البصل مع الماء وما يبقاش عندكم هذا المشكل، غتعالجوا من الداخلي. وايضا في رمضان في اي وقت، ممكن في الليل قبل النوم، ممكن بعد العشاء، ممكن، مهم اي وقت نتوما بغيتوا تناولوا هذا المشروب. بالنسبه لهذا تبقاو هذا المشروب تبقاو تحضروه يوميا، ديروا واحد الكوب، ديروا كما قلت لكم ديال الماء معها ملعقه كبيره ديال البصل، ديروه ديما حتى ما يبقاش عندكم هذاك المشكل اللي خلى لكم هذه الريحه تكون هي اللي عطاتكم هذه الريحه الكريهه، المشكل من الداخل ان شاء الله عاد توقفوا. هذا بالنسبه اللي عنده المشكل المشكله في المعده، واللي ما عندوش المشكل في المعده يستعمل هذا المحلول كمضمضه ان شاء الله. هذا الغسول ما يبقاش لكم تغسلوا به فمكم، ما يبقاش لكم المشكل ديال الاسفره، ديال البقايا ديال الطعام، المشكل ديال اللثه، مشكل ديال التسوس. ولا بغيتوا اللي عنده اللي باغي يستعملهم بجوج يستعملهم، ما عرفش راسو واش المشكل داخلي ولا خارجي، يستعمل هذا الكوب ويستعمل ايضا هذا المحلول ايضا بجوجو باش يكون العلاج كامل ان شاء الله. ونتمنى هذه الوصفه تكون نالت على الاعجاب ديالكم، كنتمنى منكم ما تخليوش هذا الفيديو عندكم، بارطاجيو مع الاصدقاء والمعارف باش تعم الفائده، فالدال على الخير كالفاعل. وكتبوا لي في التعليقات الطلبات ديالكم ان شاء الله اللي تبغيوها ان شاء الله، وانا نجيب لكم وصفه طبيعيه المؤكده ان شاء الله. وشكرا على المتابعه، وبسلام عليكم، والى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.